أحياناً تطلب منا الحياة التواصل بلغة عالمية، الابتسامة. الابتسامة تعبر عن الشكر والامتنان لمن تحترمه. الابتسامة أحياناً عن عاطفتك وحبك. أحياناً هي شخصيتك. هل هناك ما يمنعك من الابتسام؟ مستشفى المانع تضمن لك التشخيص المناسب والعلاج السليم من قبل متخصصين في طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين. ابقي مبتسمة بثقة. مستشفيات المانع العامة، الخبرة تصنع الفرق.